طه حياتي من الفرحة العبد بكي، من الفرحة العبد ما عادش لاقي شنو باش يحكي، من الفرحة العبد ما عادش لاقي كيفاش يوصف مباراة الفاينل بين الجزائر والسنغال. واحد من الفرحة سايل، فرحة زدته لبعيد، الحمد لله غاصرة صحيح الحمد لله، على الرغم من المنتخب الوطني الجزائري ما كانش في نهار وما كانش المنتخب الوطني الجزائري اللي تعودنا به المباراة اللي فاتوا، صحيح نسق ماراثوني مباريات، صحيح اللي صار المنتخب الجزائري، صحيح منافسين يطاح معه صعاب، لكن الحمد لله الحمد لله حاجة فرشني فرحتنا كشعوب الكل سواء شمال افريقيا العربية اللي هو الحمد لله الحمد لله اللي منتخب شرفنا في الكندية الحمد لله الحمد لله اللي خرجنا منتخب المغرب العربي هو فايز في كان 2019 الحمد لله فرحة فرحة باللي في نصف لكم سواء جزائريين سواء توانسة سواء اللي هو بالحق فرحة فرحة ما تتعودش انك تشوف منتخب كما هكا انك تشوف جمال بالماضي بعد ما كان اخر خيار للجامعه الكره القدم الجزائريه بعد عام يقود منتخب جزائري باش يفوز بكان الحمد لله كان غابت عوام وسنين على منتخب الوطن الجزائري لكن بجيل هذا المنتخب قدر انه باش يفوز بها مره اخرى خاصه تخرج من كان هذا كاحسن هجوم كاحسن دفاع دور كبير المدرب ودور كبير الستاف ودور كبير اللاعبين اللي تتفرج مباراه تشوف كما جمال بالعمري ويوسف البليلي عبيد الدم تجري عبيد ساي بومات ماريو البليلي كله دم ومازال قادر ومازال يحارب ومازال يحب يكور ومازال يحب يقدر المنتخب الوطني الجزائري كيفاش توصف لنا انك تشوف مباراه فاينل وحده برشا شعوب انك تشوف مباراه فاينل خالد برشا مشاكل برشا عبيد انهم باش يتوحدوا الحمد لله بالحق الحمد لله واحد ما فرحش ببلاد وما فرح على قلب المنتخب الوطني الجزائري ذاك شو نقول انا الحمد لله والله الحمد لله خلينا نحكيوا على المباراه نحلوا مع بعض المباراه باش يكون في علمك الجمال بالماضي لعب دو فورماسيون مختلفين بين الشوط الاول والشوط الثاني الشوط الاول كيما قلت لكم بدات تشكيله 4-1-4-1 لكن الشوط الثاني وفي اخر نص ساعه لعب بدا التشكيله ولا يلعب دفاعي اكثر من هجومي اذ التشكيله ولات 5-4-1 وكرس حربه وحيد بغداد مجيع واللي تم بعد تعويضه باسلام سليماني تشكيله عجبتني مباراة كبيرة من اللاعبين وكبداية كالعادة أول حاجة نبداو بها خاطر هو يمثل 50% من ليكيب 50% مش جمعية هو حارس المرمى واللي كان حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري واللي كان رئيس المبورحي قدم مباراة رائعة واحدة من أحسن مباريات اللي قدمها عمل المنتخب الوطني الجزائري صحيح 3 تصديات عملهم الحارس لكن 3 تصديات هذوكم خلاو اللاعبين ومدافعين المنتخب الوطني الجزائري في مورال كبير مورال مرتاح على خاطر يصفي فتاهم هما إلا ما يلقاو قدامهم حارس كبير حارس ممتاز هذاك اللي خلى اللاعبين في مورال أكثر أقوى بالحق أم دي ماتش مستحق الحارس المرمى المنتخب الوطني الجزائري تحكي على حارس المرمى تحكي على المدافعين زادة اللي بالحق 3 تصديات انك تشوف حارس مرمى كيفاش يشد ونشوف انه كرة تخرج بالسيف هذا يدل انه قوة الدفاع سورتو بالعمري بالعمري يا اخويا 5 ولا 5 عليك ما نكذبش كي نقول لك هكاك خاطر قدمت مباراة مش ممتازة بركة وجهك تحل والدم يجري ومازلت حارب ومازلت تحب تقدم الإضافة ومازلت تحب التاكلي ومازلت تحب تدخل في ديوالات اكثر برجوليه ذي اللي الروح ذي اللي ناقص المنتخب الوطني التونسي كبلاد الروح ذي ناقص صحيح عنا دفاع ماهوش خايب لكن تنقص له الروح ذي جمعيه كامله تنقصها روحك بالحق عندك عبد العمري وعندك عيسى مندي مباراه كبيره يغلط عبد العمري تقع عيسى مندي يغلط عيسى مندي تقع عبد العمري يغلط مادي زفان تقع عيسى مندي باللي باش نوصف لكم كان دفاع ممتاز دفاع صحيح لعب مؤخر شويه دفاع صحيح في بعض الاحيان ولا هو يخرج في كوره سورتو بالعمري لكن تشوف بالعمري كيفاش يخرج من البوست نتاعو يحارب حتى من الوسط ولا ياخذ كره يطلع بها للاتاك انك تشوف ثقه كبيره وثقه كبيره عطاها المدرب خط الدفاع ظهر سيح زوز ما قدموش اداء كبير هجومين بحكم طلب المدرب انهم يكونوا دفاعين اكثر من هجومين واللي ساعات تقاوم ما يصدوش في الهجوم هذاك تكتيك المدرب باش يحد من خطوره لزيلي نتاع السنغال كل من صار وماني وراس الحرب الوحيد نيانك اعز تكتيك هبط بيه حد من خطوره خلى السنغال ما عادش قادره باش تلعب كورتها خرج السنغال من المناطق نتاعها خلى السنغال تغلط خلى وسط السنغال ما عادش يلقى كيفاش يخرج كوره وذاك اللي صنع البلوس صحيح منتخب الوطن الجزائري ما كانش في نهار لكن المباراه تحسمت في ديتاي صغير مباراه تحسمت من هدف على الدخله احسن سيناريو واكثر سيناريو ينجح في مباراه فاينل خط الوسط ما نحكيوش صحيح نسق ماراثوني مباريات وصحيح تعب ضر عليهم في اخر 4 ساعة وصحيح 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 لكن باللي يكون حد من خطورة وسط السنغال وسط السنغال يلعب ياسر على الكور مباشرة ما عادش قادر يلعب باسات صغار شوط الاول نحكي لكن الشوط الثاني صحيح تصرح بحكم ظهر فيزيكمون لاعبين المنتخب الوطني الجزائري ما عادش قادرين كما في الشوط الاول ما عادش قادرين في كل مرة يبلسيو اللي خلاهم يلعبوا اكثر دفاعين من هجومين سواء عدن كيدورا اللي كان ممتاز
عادلين بالحق عمر هذاك 34 سنة 33 سنة ويقدم لك أداء هذاك وبالروح هذيك وبالجرينت هذيك، ما عليك أنا نقول يعطيه الصح راجل سيد الرجال هذاك. شنو نقول سفيان في غول وبعد اسماعيل بن نصر نفس الحكاية، ساندو ياسر هجومين ودفاعين وحارب، وتشوف اسماعيل بن نصر ولا في غولي أدوارهم دفاعية والهجومية قدموها بأحسن وجه برجولية عطيهم صح. هذوما محاربون، محاربون الصحراء هذوما بالرسم عباد عند جرينتا. شوف ايطاليا مش في الجزائر، شوف فيها قاعده تكور بالرسم الجرينتا ذي من جابوه، بالرسم الروح ذي من جابوه بارابور العمناول تم صح. ليزيلي زو سواء بلالي سواء رياض محرز كيف كيف، رياض خبث وثقيم تاعو خلى منتخب بريطانيا الجزائري وربح منتخب بريطانيا الجزائري برشا مخالفات وبرشا وقت، سيرتو انها تبدا ياسر اللعبه مركزه، سيرتو انه جوارت المنتخب بريطانيا الجزائري ياسر يبدا في ستريس، سيرتو يبدا الضغط كبير عليهم. الا ما تكون تجي يكون عند رياض محرز يعرف كيفاش يستغله، يجيب مخالفه يربح وقت مدافعين ويربح وقت وسط اكثر انهم باش يتنفسوا باش يرتاحوا اكثر. يسهل بلي كيف كيف تكنيك مو ممتاز، كره صحيح شاكن على شعره بيسجل، لكن بلي يكون مباراه كبيره. بغداد عاد ما نحكيوش كيفاش يتحرك والهدف اللي سجله شابوه شابوه بغداد، عكستك عكستك الكره ما حبتكش اخر مباريات، لكن اليوم حبتك وقادتك الكوب ما تروح كان في الجزائر والحمد لله. التغييرات اللي قام بهم جمال بالماضي، هبط ياسين ابراهيمي اللي كانت بالحق لعب على خبره ياسين ابراهيمي في اللاكس، كيف هبط طهرت في اللاكس بسكر اكثر مدافعين بحكم السنغال ولا تلعب زي مهاجمين، هذاك اعز خيار وما عندك حتى حل اخر الا ما تلعب خمسه مدافعين في مباراه فاينل، وخاصه انت رابح واحد بليش. كيف كيف هبوط اسلام سليماني باش يرتاح اكثر بغداد منجيح، ونعرف اسلام ينجم بدنه يربح اكثر وقت قوي في الديوال، هذاك اللي خلى الجزائر تربح اكثر وقت كهبط سليماني. مباراه كبيره ومباريات كبار عملتهم الجزائر، انك تلعب ضد منافسين كبار كما السنغال كوت ديفوار برشا 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 منافسين كبار لعب كونترهم، وانك ما تخسر حتى مباراه كيف كيف شابو تخر احسن هجوم احسن دفاع عندك هيك ما عندك ما تحكي. الحمد لله يا ربي منتخب الجزائر فاز بالكاس هذيا، حظ موفق اكثر في الدورات القادمه. ما تنساوش ان كان جاي تكون عام 2021 وجاي مونديال 2022، نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي والمنتخبات العربيه ومنتخبات المغرب العربي، نتمنى لكم التوفيق. قلت وصلت لاخر فيديو وبرجو لي اهم حاجه واكثر طلبته باش نقول لكم ان نوصل الانستغرام ل 10000 تلقاه اللي انتوا في الديسكريبسيون، نعمل عليكم انا بوتو صوت لاخر فيديو طبعا عليك نقول لك بسلامه ونتقابلوا في فيديو اخر. الى اللقاء.